Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. التي ركز فيها بالأساس على العوائق التي تشكل عدم تكامل اتصال بين هذه الدول والصراع لأن هذا هو لب مشكل المنطقة المغربية أو الصراع الإقليمي بين الجزائر والمغرب ما دام لم يحل هذا الصراع السياسي الاقتصادي العسكري فأظن أن المنطقة ستعرف دائما هذا التقلقل وهذا عدم الانسجام السياسي والاقتصادي والعسكري وبالتالي المفروض كما قال الاستاذ عبد العزيز ان يتم تجاوز هذا المنطق الغلبه الاقليميه لمن ستكون الغلبه هذه الجزائر او المغرب لا بد ان يتم توافق مع على الصعيد لكي تستطيع ان تنعم المنطقه بنوع من الأمان الاقتصادي الذي يمكن أن يسهل عملية التكامل الاقتصادي الذي يحتاجه سكان هذه المنطقة. إذا نترك إلى في هذا الإطار أترك المجال للأخ مهند الصلاوي والدكتور مهند الصلاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض عضو طرازمجلس وهذه الجمعية نفتخر كلنا بانتمائها إليها لأنها تركز بالأساس على عملية التحولات خاصة داخل المغرب سواء تحول سياسي أو تحول اقتصادي أو تحول تكنولوجي إلى آخره. إذا الأخ محمد الزراوي عضو نشيط في هذه الجمعية بالإضافة إلى أن الأخ محمد الزراوي له عدة ونشيط فيما يخص التحرير وفيما يخص الكتابة وأظن أن كلكم صادفتم كتاباتي سواء في المواقع الإلكترونية أو الصحف والمسؤوليات إذا سأترك له المجال لكي يتعرض لبعض الإشكالية أو الإشكاليات التي تخص هذا الموضوع شكرا شكرا صديقي وزميلي دكتور شكر بداية سعيد وفخور بالتواجد لأول مرة ولي الشرف داخل مركز محمد حسن وزان الديمقراطية الدولية البشرية سعيد بالحضور الكريم التحية كذلك للأستاذ العزيز الأستاذ الكراقي حقيقة موضوع تحولات الجيوسياسية في المنطقة المغربية موضوع أعتقد في تقديري الشخصي أنه موضوع مركب معقد فيه إشكاليات كبرى يصعب معالجته في 30 دقيقة أو 20 دقيقة موضوع له راهنيته الموضوع معيش الآن على إيقاعه نعاصر التحولات التي تعيشها في المنطقة المغاربية في الحقيقة في المداخلة والإشكالية الرئيسية لمداخلتي تتمحور بالأساس حول محاولة تشخيص هذه التحولات الوقوف عند هذه التفاعلات التي تعيش على إيقاعها منطقة المغرب العربي المغرب الكبير المغرب العربي المغرب الكبير ما ترجع التسمية لأن فيها نقاش كبير هذه نوصل التسمية نهضر عليها نتكلم على الاسم نتكلم عليه محاولة الوقوف سأحاول خلال هذه المداخلة الوقوف عند أهم التحديات والتحولات كذلك سأحاول أن أعالج أهم الرهانات على اعتبار أن هناك رهانات وطنية إقليمية ودولية المنطقة الآن أصبحت مفتوحة ومكشوفة على مجموعة من الأطماع الخارجية إذا لأختم هذه المداخلة بمحاولة الوقوف عند السيناريوهات المستقبلية إذا كما قلت يبدو لي أن هذا الموضوع كبير ومتداخل ومتشابك لكن منهجيا سأحاول أن أركز على أن أعالج هذا الموضوع بخلال أربعة نقاط أساسية
هذه النقاط ستكون هي المدخل أو هي الخيط الناضب أو الموجه لهذه المداخلة. النقطة الأولى سأحاول من خلالها أن أتعرض إلى أهمية استراتيجية المنطقة المغاربية، على اعتبار أن هذه المنطقة كما أشار الدكتور شقير والدكتور قراقي أن هذه المنطقة هي منطقة مهمة واستراتيجية وحيوية، وفي الجيوبوليتيك أن المناطق الاستراتيجية دائما هي مناطق جذب. عندما نقول مناطق جذب إذا أن هناك تنافس وصراع حول هذه المناطق، إذا سأتعرض إلى هذه النقطة بالتفصيل. النقطة الثانية أن محاولة تشخيص الوضعية الراهنة، سأحاول أن أقف عند أهم الصور، أهم المؤشرات، أهم التحولات، على اعتبار أننا الآن نعيش تحولات لكن لا نلمس، لا نقف عند هذه التحولات، لأن بطبيعة الحال دائما الظواهر تحتاج إلى أن نأخذ مسافة زمنية بيننا وبين الظواهر لكي نستطيع أن نفهم تلك التحولات التي تمر دون أن يتم رصدها في حينه. النقطة الثالثة سأحاول الوقوف عند الرهانات الوطنية والإقليمية والدولية، على اعتبار أن هناك رهانات وطنية، أتحدث هنا عن الدول الوطنية، ما هي رهانات الدول الوطنية؟ هناك رهانات إقليمية وهناك رهانات دولية. النقطة الرابعة سأحاول من خلالها أن أتعرض إلى سيناريوهات المستقبل، هي محاولة، مجرد محاولة، لأن المنطقة تبقى مفتوحة على كافة السيناريوهات. فيما يخص النقطة الأولى، كما ما هو معلوم في الجيوبوليتيك أو الجيوسياسي أنه دائما المناطق المهمة أو التي تعتبر استراتيجية تكون مناطق جذب، وبالتالي هذه المناطق دائما تكون يعني محط أطماع وصراع والشباك لقوى غربية أو قوى كبرى لمحاولة السيطرة على تلك المناطق. هو دائما تاريخ العلاقة الدولية هو تاريخ صراع حول الأرض. هنا في الجيوبوليتيك الأرض ليست، أو الإقليم عفوا، الإقليم ليس هو بمفهومه الأرض، نتحدث عن الإقليم بمفهومه البحري والبري وحتى الجوي. إذا سأقف عند هذه النقاط. إذا كان هناك، لا يزال هناك نقاش بين الجيوبوليتيكيين حول الأهمية، هل البر أهم من الجو أو البحر؟ هذا نقاش كبير لم يحسم إلى غاية اليوم، اعتبار أننا عندما نتحدث عن أهمية استراتيجية أو الجيوسياسية لأي منطقة، يصعب الآن، يصعب من الناحية الأكاديمية، أقول أكاديمية، أن نفهم أو نحدد الطبيعة الحيوية التي في المنطقة، اعتبار أن هناك دراسات أو قراءات تستعين بحقول معرفية أخرى، نقدر نستعين بالجغرافيا، نقدر نستعين بعلوم أخرى لكي نحدد هل هذه المنطقة فعلا تشكل أو تعتبر منطقة حيوية واستراتيجية. إذا هنا يمكننا نهضر على النظريات، هذه المعركة بسرعة لكي لا يكون الأمر مملا، لأن هذا جانب نظري شوية أكاديمي، لكن هناك بعض النظريات، أتحدث هنا على ثلاث نظريات بسرعة. النظرية الأولى نظرية هارفورد باكيندر، هذا الباحث ركز على، عنده نظرية قلب العالم، ويركز على أن قسم العالم إلى منطقة القلب ومنطقة الهلال الداخلي ومنطقة الهلال الخارجي، وكان يعتبر أن الجزيرة العالمية هي التي تمتد عبر اليابسة من آسيا إفريقيا أوروبا، يعتبرها تشكل ثلثي العالم، فيما يرى أن هناك البحار والمحيطات تشكل ثلاث أرباع العالم، بمعنى هنا هو يعتبر أنه هذه الجزيرة العالمية تشكل المحيطات والبحار، يعتبرها هي قلب العالم، ويرى أنه من يتحكم بهذه المنطقة بالجزيرة العالمية يتحكم بالعالم. كاين نظرية أخرى، نظرية نيكولاس سبيكمان، هذه النظرية ترتكز على، إذا تحليل سبيكمان ربما أكثر عمقا وأكثر يعني تجردا من النظرية السابقة، لأن سبيكمان يركز على أن يقول بأنه قيمة الإقليم أو الدولة ليست ثابتة، بل ترتبط بالتحولات المرتبطة بمراكز القوى، يرى بأنه أهمية الإقليم ترتبط بمراكز القوى، بمدى تنوع واختلاف مراكز القوى. إذا يرى سبيكمان أن طبيعة التحولات الدولية هي التي تحدد لنا قيمة
الدولة أو الإقليم، بما أنه دائما عندما تكون هناك مراكز قوى مرتبطة بذلك الإقليم يكون ذلك الإقليم أو تلك الدولة لديها أهمية استراتيجية كبرى. إذا النظرية الأخيرة الثالثة ألكسندر ديسفاسكي، هذه النظرية أراها يعني ربما الآن نعيشها مع التقدم التكنولوجي خاصة في مجال التطور في مجال الطيران، يرى ألكسندر بأنه أهمية استراتيجية أي امتلاك العالم، السيطرة العالم يمر عبر السيطرة على جو، يرى أنه لا يمكن. سابقا كانت استراتيجية، كانت الخطط الاستراتيجية ترسم على أساس البر والبحر، لكن مع التطور في مجال الطيران أصبحت هذه الأهمية مرتبطة بجو، ويرى أنه القوة الجوية مفتاح البقاء ومفتاح السيطرة. هذه نظريات حاولت أن أمر عليها بسرعة. نقطة أخرى فيما يتعلق بالتسمية، المغرب العربي، المغرب المنطقة المغربية، المغرب الكبير، فعلا الباحثين الآن هناك وعي داخل الجامعة المغربية، وعي ربما يتجاوز بعض الجامعات المغربية، أن هناك ضرورة للوقوف عند تسمية هذه المنطقة. كاين هناك خلاف من الناحية المنهجية، يصعب اقتصار على المعاني الجغرافية مفهوم المغرب العربي، لأن هذا مفهوم جغرافي ارتبط بسياقات تاريخية معينة، لكن واش نقولوا المغرب الكبير، المغرب العربي، المنطقة المغربية، شمال افريقيا، كاين نقاش، كان نقاش وكاين كتابات، لكن ربما النقاش الذي انتشر حول اقصاء مكون مهم في المنطقة المغربية، المكون الامازوني، من الافضل استعمال تسمية المغرب الكبير. تعلمون جميعا انه اشكال ديال التسمية مرتبط كذلك بالخلافات السياسية، لأنه إنشاء المغرب العربي في سنة 1983 ما كانت الجزائر تسمح بتسمية المغرب الكبير. الجزائر تريد، أو نتحدث هنا تكملة لما قاله الأستاذ قراقي، الجزائر تريد جزائر كبرى، تسمى المنطقة جزائر كبرى عوض المغرب العربي أو المغرب الكبير. إذا هناك خلاف سياسي إيديولوجي ثقافي عنده أبعاد مرتبطة بالصراع بين المغرب والجزائر، لكن في الأخير يمكن أنا يعني من بين الأمور التي تثير الصدر أن الجامعة المغربية انتبهت إلى هذا الخطأ الغير الذي كان غير مقصود، وربما كان مرتبط بسياق تأسيس المغرب العربي، ولكن الآن أصبحت الآن تسمية المغاربة، وحتى في بعض الدول الأخرى أن المغرب الكبير هو اسم ربما يبقى لديه دلالة كبرى، واسم يعني يعكس الفضاء الجغرافي المغربي. فيما يخص هذه المنطقة، منطقة المغرب الكبير، منطقة تشمل 5 دول، منطقة استراتيجية ومهمة. من كنتكلم على منطقة المغرب الكبير، إذا كنت نتحدث على ما يقارب 3000 كيلومتر من ساحل البحر الأبيض المتوسط، 2000 كيلومتر من المحيط الأطلنطي، 4000 كيلومتر من الصحراء. إذا منطقة غنية، منطقة استراتيجية، تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط، إفريقيا، بوابة لإفريقيا، منطقة يعني استراتيجية وحيوية. بطبيعة الحال هناك مقومات ثقافية، موقع استراتيجي، إذا كل هذا ترتيبات النظرية السابقة، كل هذه المقومات تجعل من المنطقة منطقة جد، منطقة صراع، منطقة تنازع بين قوى كبرى. وهذا تاريخيا إلى ما نعيشه اليوم نعيشه بشكل يعني أكثر حذرا، بشكل ربما أخذ هذا الصراع أخذ أشكالا جديدة، سأتحدث عنها في النقاط القادمة. فيما يخص النقطة الثانية، نقطة القراءة التشخيصية للمنطقة، منطقة المغرب الكبير أو المنطقة المغربية عالميا، لا يخفى على أحد بأن المنطقة يصعب زمنيا وضع إطار أو عناوين بشكل سريع، لأن المنطقة عاشت وتعيش منذ الاستقلال، منذ بروز الدول الوطنية، على إيقاع مجموعة من التحولات أشار إلى الأستاذ القراقي إلى بعض منها. لكن النقطة الفاصلة في تاريخ المغرب الكبير هو نهاية 2010. لماذا؟ سأبرر اختيار هذا التاريخ، هو أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة، مرحلة أنه كان هناك تحولات
يصبح بحالة تاع الثورات، نستعملوا مصطلح حراك شعبي، مطالب بالحرية والديمقراطية. كان هناك يعني مطلب ديمقراطية، مطلب أمنية كان مؤجل، كان هناك ربما مناورة من طرف بعض الأنظمة، النظم الحاكمة، كان مطلب ديال الديمقراطية يؤجل بشكل دائم، مطلب تنمية، لم يكن هناك برامج أو إجابات تحاول أن تقدم يعني أو تحقق تطلعات ومطالب الشعوب. تأتي سنة 2010، سنة فارقة في تاريخ هذه المنطقة، انفجرت يعني انفجر حراك جماهيري، حراك شعبي ابتدى في تونس، سقوط نظم حاكمة، أصبحت الشعوب سقطت عقدة الخوف، أصبحت هناك يعني مطالب معلنة أجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إذا تشخيص منطقة المغرب الكبير يمر، سأحاول أن أشخص بشكل سريع من خلال الوقوف عند كل دولة. مثلا المغرب، المغرب عاش أواخر 2010 إيقاع تحولات سياسية ترجمت من خلال حركة 20 فبراير. كان هناك خطاب 9 مارس للملك، تعديل الدستور 2011، إجراء انتخابات. إذا المغرب عاش واحد مخاض، لا أقول عسيرا ولم يكن سهلا كذلك، ولكنه كان مخاض. لم يكن أحد في تلك الفترة يتنبأ بسقف وبسيناريو هذا المخاض. أفضل هذا المخاض ربما كان تعامل، لا أقول جيدا أو سيئا، ولكن كان هناك تعامل استثنائي مقارنة بالدول العربية. كان تعامل يعني جنب المغرب مطبات قد لا يكون يعني مهيئا لها. فعلا دخلنا مرحلة جديدة في المغرب، انتخابات تصدرها الإسلاميون، تشكيل حكومة. إذا عشنا مسارين انتخابيين، تم تتويج هذين المسارين بتصدر الإسلاميين المشهد السياسي. الصورة لا زالت لم تكتمل بعد، لا زال المغرب، هل انتقلنا إلى طور الديمقراطية أم لا؟ المغرب يعيش تحول، لكن هذا التحول مفتوح، تحول مستمر، لم يأخذ شكل واحدا. هل المغرب في طريق الديمقراطية أم في طريق آخر بين قوسين السلطوية، أو ما بين الديمقراطية، أو يترنح بين الديمقراطية والسلطوية؟ ليست يعني نحتاج الآن إلى دراسات وأبحاث جامعية يعني تعتني بالمؤشرات لتقف عند أهم النقاط التي تساعد على فهم إلى أين يتجه المغرب على المستوى السياسي. المغرب الآن هناك احتقان اجتماعي معلوم منذ السنة الماضية، والملك من خلال خطبه يحاول أن يخفف من هذا الاحتقان. هناك حكومة ربما تعلمون جميعا أنها حكومة هجينة، هناك غياب التناسق على مستوى الحكومة، هناك نزاع حول الوحدة الترابية، نزاع يستنزف المغرب بشكل كبير خارجيا وداخليا، ضرورية المشهد. إذا كاين مجموعة من الأمور التي يصعب الآن يعني الخروج بخلاصة باتجاهها، لكننا تظل هذه المسائل عناوين لمحطة، لمرحلة يعيشها المغرب، لم تأخذ صورة شكلا ما، ولكن على العموم يتضح بأن هناك صراع. تصدر الإسلامي لمشهد المغرب لم يكن مرحبا به ربما لا على مستوى داخلي أو قوى أخرى، كيما الصراع المشهد لم يكتمل بعد. إذا الآن في طور فهم التحولات التي يعيشها المغرب. فيما يخص تونس، تونس بلد أو كما تسمى تونس الخضراء، بلد يعني ربما كنا نعتقد أنه هذا البلد قد أخذ تذكرة مرور إلى دول أو نادي الدول الديمقراطية، فإذا نتفاجأ بأنه المسار الذي ذهب فيه تونس الآن، تونس الصورة التي تأتينا من تونس، الصورة ليست الصورة التي كما كنا نراها من قبل، الصورة يعني مرعبة إن صح التعبير، الصورة لا توحي بأن البلد يتجه نحو الديمقراطية أو نحو حتى تحقيق الأمن والاستقرار. ربما لاحظتم الأسبوع الماضي هناك تفجيرات،
هناك مشهد سياسي مبلقا، هناك كذلك تونس تعيش على إيقاع استحواذ الإسلاميين على المشهد السياسي. أتحدث عن المعطيات لأن هذه المعطيات قد تساعد فيما بعد على فهم الصراع الإقليمي والدولي حول هذه المنطقة، لأن الصراع كما سأتحدث فيما بعد أخذ أبعادا أو أصبح صراعا بين محاور إقليمية دولية. إذا مش فهموا هذا الصراع خصو عنده واحد الطلب وواحد الصراع على 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 التوازنات والتعقيدات داخل كل دولة. إذا هناك تصدر أو استحواذ الفصيل الإسلامي على المشهد السياسي. حركة النهضة الآن تدير العملية السياسية من وراء حجاب، من وراء حجاب تحكم في المشهد السياسي بطريقة لم تكن من ذي قبل. بالإضافة إلى أن هناك تحديات صعبة، الوضع الأمني في تونس وضع صعب، الوضع التنموي وضع صعب ومعقد. التونسيون الآن أصبحوا الآن ربما لا أقول أنهم يحيدون إلا بن علي، لكن أصبح الآن النخب الأكاديمية في تونس تذهب في التحليل وفي التشخيص إلى 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 التفضيل المدخل النووي على المدخل الديمقراطي. الآن النخب الأكاديمية في تونس تقول أنه نحتاج إلى التنمية قبل الديمقراطية. هذه خلاصة الآن داخل الجامعة التونسية، داخل الوسط الثقافي والفكري التونسي. هنا الآن هناك من يقول بأنه الوضع الأمني ما قبل خلال بعد عهد بن علي مطلوب الآن. الآن أصبح الوضع هو أقول ليس عهد بن علي، ولكن أقول الوضع الأمني، الاستقرار الأمني، هبة الدولة. أنا لا أقول هنا أن هبة الدولة مرتبطة بالقمع، ولكن كانت هناك هبة. هذه الهبة ربما في تونس الآن أصبحت مفتقدة. الوضع في ليبيا تعلمون الوضع ليس يعني وضع في ليبيا وضع معقد. انتقلنا في ليبيا من دولة ديكتاتورية يحكمها شخص بمزاجه إلى دولة فاشلة، وهذا هو الصعب، وهذا هو الأمر الذي ربما يثير ويثير مخاوف مجموعة من يثير مخاوف المغاربة والتونسيين والجزائريين مخافة انتقال هذه العدوى، لأن أصبحنا نتحدث عن دولة فاشلة، دولة ليس هناك سلطة مركزية في ليبيا، هناك اقتتال وصراع بين مختلف المكونات في ليبيا. إذا العنوان الأبرز الذي يلخص كل شيء داخل ليبيا هو أننا نتحدث عن دولة فاشلة. في موريتانيا هناك حكم عسكري، جرى انتخابات وذهب محمد عبد العزيز رجل عسكري، مجيد ود الغزواني وكذلك عسكري. موريتانيا ربما قد تبدو الصورة، نتعامل مع موريتانيا نحن كمواطنين عاديين وباحثين، لذلك البلد بعيد عنا، لكن هذا البلد بعيد لو حاولنا أن نعرف ما بداخله يفتقر إلى مجموعة من المقومات. بناء الدولة العصرية ربما رهان يظل صعبا في موريتانيا، هناك مشاكل تنموية، أقول أن هناك مشاكل إثنية، هناك مازال رواسب، هناك رواسب تاريخية وإثنية ربما تعيق تطور هذا البلد. إذا فيما يخص النقطة الثالثة، الرهانات الإقليمية والوطنية، أبتدئ بالوطنية. إذا ما حاولنا أن نمر بسرعة من الفوق أن نرى منطقة المغرب الكبير، أن نطل بسرعة على منطقة المغرب الكبير ولو من النافذة، نجد أن الرهانات تختلف. رهانة تونس تختلف على رهانة المغرب، رهانة المغرب تختلف على رهانة ليبيا، ورهانة ليبيا تختلف على رهانة موريتانيا. إذا هناك اختلاف، وبطبيعة الحال هذا الاختلاف يجد مبرراته في أن ليس هناك تكامل إقليمي. بطبيعة الحال هناك تنافر، هناك صراع بين القوتين الكبريتين في منطقة المغرب الكبير والجزائر والمغرب، لكن الصورة يعني أنه نبتدئ مثلا المغرب، رهان المغرب الآن، رهان هو تخفيف الاحتقان الاجتماعي، محاولة إيجاد إجابات للمشاكل الاجتماعية الموجودة، محاولة بروارة نموذج تنموي جديد، وملف الوحدة الترابية، بالإضافة لمشاكل أخرى متعلقة بالبناء الديمقراطي والمؤسساتي. إذن ما ألخص، هناك مشاكل كبيرة ولكن ألخصها. بالنسبة للجزائر، الآن نعيش حراك جزائري، هذا الحراك ربما تتابعون هذا الحراك الذي تعيشه الجزائر. شخصيا كنت أتابع الوضع في الجزائر عن قرب، لكن فاجأني بكل صراحة، فاجأني التطور والمنحى الذي أخذه الحراك.
لأنه في هذه الأيام أنا كنت أعتقد ربما كنت مخطئا أنه مع مرور الوقت سيكون هناك فتور وتحلل وتفكك هذا الحراك وستعود الأمور إلى ربما هذا هو نهاية العسكر الجيش الجزائري. كان يراهي المجلس العسكري مجلس الأمن الذي يديره في سابق صور بيت صالح كان يراهي على عامل الوقت كان يراهي على مجموعة من الإصلاحات مجموعة من الأمور كاعتقال بعض الوزراء بعض الجنرالات كان يحاول على بعض الخطوات يراهي عليها لامتصاص غضب الشارع وللالتفاف على الحراك. أنا قلت واحد الوقيتة ربما الجزائر تأهلت تحت القوس قلت لأن الجزائر تأهلت الدور الثاني صافي الحراك مشى فإذا بي أفاجأ أنه الشعب الجزائري الآن غدا هناك خروج مظاهرات أصبح هناك وعي غير مسبوق داخل الجزائر بمطلب هناك مطلب مهم في الجزائر تحت شعار الحاوداع مطلب ديال الدولة المدنية. أعتقد أنه هذا مطلب صعب ليس سهلا لأنه العسكر في الجزائر إذا ما عدتم إلى وثيقة الدستورية والوثائق أخرى للدولة الجزائرية وأن الجيش الجزائري يلعب أدوارا محوريا ومركزيا في الدولة الجزائرية لأنه جيش يدير البلاد بمقتضى الدستور ولا يصعب محاسبة هذا الجيش عن إدارته للبلاد. الجيش فوق المؤسسات حسب الوثيقة الدستورية يعتبر فوق المؤسسات يعتبر هو الوصي على الدولة في مختلف المحطات. وبالتالي الآن نلاحظ أن هناك وعي داخل المجتمع الجزائري بتحقيق هذا المطلب مطلب ديال دولة مدنية بأن تعود الجيش بأن يعود الجيش إلى تكانته. وهذا أعتقد بعد مرور تقريبا 3 شهور 4 شهور ندخل الآن في الشهر الخامس من فيفري ندخل إلى الشهر الخامس أن هناك ربما إصرار من طرف الحراك الجزائري الشعبي الجزائري على مطلب دولة مدنية. لكن هذا الحراك ربما يعيش كذلك صعوبات في ظل عدم وجود قيادات او شكل تنظيمي. اذا الجيش يرفض المرحله الانتقاليه نعيش في فراغ دستوري. مخطط قيد صالح فشل لانه كان يصر على اجراء انتخابات لم تقدم يعني الترشيحات لحكم الجزائر. اعلنت المحكمه الدستوريه انه لم يتم تقديم اي ترشيحات. الان الجزائر يعيش على ايقاع فراغ دستوري مهول. هناك مطلب جماهيري لإرساء أو اعتماد مرحلة انتقالية. الجيش يرفض هذا المطلب. لماذا؟ لأن الجيش يعتقد أنه مرحلة انتقالية تعني بروز قيادات شابة أو قيادات جديدة يصعب تحكم فيها. ربما الجيش وضع سيناريو وضع أشخاص ربما ينتظر الساعة والوقت المناسب لكي يضعهم على المسرح السياسي ويكمل الخطة التي تم إعدادها. لكن هناك وعي جماهيري بهذا لمن ستميل الكفة ننتظر مراقب متابع وضع مركب معقد لكنه كيفما كان هذا الوضع سينعكس على المغرب بطبيعة الحال. فيما يخص تونس كما قلت سابقا أهم رهان في تونس الآن بالنسبة للدول الوطنية هو رهان تحقيق الاستقرار رهان الأمن. لاحظوا معي كنا في الديمقراطية وكنا في المطلب ديال تطوير تونس كدولة استثناء في المنطقة. تونس الآن بحكم بجميع المؤشرات المطلب أو الرهان الأساسي في تونس هو تحقيق الأمن والاستقرار. إذا هذا المؤشر يفيد أن هناك تراجع داخل تونس لأنه عاد إلى نقطة الصفر وهذا الأمر ربما يحتاج إلى بحث وإلى الفهم. بالنسبة لليبيا الرهان الليبي الآن والرهان الذي يظل صعب ومعقد هو رهان الوحدة. الآن هناك اقتتال ما بين قوات حفتر وحكومة الوفاق. هناك جماعات إسلامية مسلحة هناك تيارات أخرى. إذا الوضع يعني وضع معقد. هناك كوارث تحدث عنها في الرهان الإقليمية وضع معقد. موريتانيا الرهان أبرز موريتانيا وبناء الدولة الحديثة لأن عندما نتحدث عن موريتانيا نتحدث على أن هناك دولة يعني لم تأخذ الشكل الذي أو النظام الذي نظام عصري نظام دولة مؤسسات دستورية عصرية بناء يعني المؤسسات بالشكل العصري الذي ينسجم مع الدولة الوطنية الدولة الحديثة. إذا هذه الرهانات كما حاولت مرة لها بسرعة يبدو أن هناك رهانات مختلفة قد تتقاطع قد تتداخل لكنها تتباعد بعض الأحيان تتلاقى في بعض الأحيان. لكن هذه الرهانات أنا تعمدت
تعمدت حقيقة نتكلم على الرهانات في الدولة باش أنه نتحدث على الرهانات الإقليمية والدولية. في حقيقة غادي يبان لكم أنه كاين هناك إشكال متداخل بين الرهان، بين التحديات والرهانات الداخلية والخارجية. أمر الآن للرهانات الإقليمية. المنطقة المغاربية بحكم هذه التحولات أضحت نقطة ارتكاز لقوى دولية كبرى. الآن نلاحظ أنه هناك صراع أو المنطقة أصبحت تدار فيها حرب بالوكالة. للأسف هذا واقع نعيشه الآن. نلاحظ أن هناك محاور عربية، أولا يجب أن نصنف أو نضع تصنيفات. كاين قوى غربية، كاين فرنسا، كاين أمريكا، روسيا، الصين، ولكن كاين وكلاء هما الدول الخارجية. أصبحت أمريكا تدير المنطقة عبر وكلاء. نتحدث عن هناك محور إماراتي سعودي يحاول يدفع في اتجاه هذا واقع نصف، نحاول أن نستعمل منهج الوصفي نصف ما يقع. هناك محاور، كل محور يعتقد أنه يحمي مصالحه انطلاقا من دعم أطراف داخل تلك الدول. مشروع المحور السعودي الإماراتي يسعى إلى عسكرة المنطقة، يدعم نظم عسكرية، يعتقد أنه البيان أنه الحاجز أمام الإسلاميين هو دعم أنظمة عسكرية. محور قطر تركيا يدعم التيار الإسلامي، يعتقد أن مصالحه مرتبطة بهذا التيار. إذن المنطقة أصبحت منطقة تنازع وصراع بين محورين، بالإضافة لروسيا وقوى أخرى. إذن نعيش المنطقة الآن، لم تكن المنطقة عاشت سابقا، ولكن الآن أصبح النزاع أو الصراع حول المنطقة مكشوفا. في السابق كانت المنطقة يتم تقسيمها عبر مخططات ومشاريع، ربما لا أقول سيسبيكو، مخططات ربما كانت مدروسة، والآن مخططات ترضي أطراف القوى الكبرى. كانت هذه المخططات السابقة تتم بإرادة القوى الكبرى. الآن هذا هو التحول، أن هناك عدم توافق بين القوى الكبرى على تقسيم المنطقة، وبالتالي كل طرف يدفع في اتجاه فرض مشروعه، بين قوسين مشروع، ولكن تحدثوا على فرض تصوري. إذا نعيش على إيقاع صراع بين محاور. كنشوفوا دابا، نحاولوا في النقاش نقدروا نتكلموا عليها بشكل مستفيض. نرى الآن أن موريتانيا إمارات تنشئ قواعد عسكريه في النيجر، في اليمن، في المنطقه المغاربيه، في النيجر، في المشاركه مع السعوديه في موريتانيا. كذلك هناك قواعد عسكريه اماراتيه في ليبيا. الامارات وتركيا يحاولون سجن جنودهم وانشاء كذلك قواعد عسكريه في ليبيا. وهناك يعني من تجاذبات وتقاطبات حاده في المنطقه. للأسف أقولها للأسف، القوتان المعنيتان بالمنطقة في صراع، أو في ربما في لا أقول صوبات، ولكن تترقبان، تنظران، تنتظران. المغرب والجزائر، الجزائر الجيش مشغول بحراك، المغرب ربما من الصحراء يستنزف المغرب. وإذا هناك رهانات، هذه الرهانات اختلاف الرهانات وتضارب الرهانات، ربما استنزف الدول ربما التي مفترض ان تتدخل او ان تكون معنيه بما يقع في منطقه في ليبيا وفي منطقه المغرب الكبير، لان ما يقع في ليبيا يهم الامن القومي المغربي ويهم كذلك بعض الدول. لكن للاسف نلاحظ الان لانه هناك يعني جماعات جهاديه، هناك مخاطر الارهاب، مخاطر ديال المخدرات، مخاطر ديال التطرف، مخاطر مرتبطه بتجاره البشر. اذا كاين ملفات كبرى ومخاطر كبرى تعيش على ايقاع منطقه المغرب الكبير. للاسف الذي غيب، الذي حال دون تدخل او حال دون ان يكون المغرب فاعلا في هذه التحولات، هو ربما اعتقد ان هناك تحالفات جديده واستضافات جديده في اطار التشكل. المغرب يراقب الوضع، يحاول ان يرى يعني ان يدرس الوضع، لان الوضع اصبح معقدا. حلفاء الامس الخليجيين، نتحدث عن حلفاء تقليديين، السعوديه والامارات، صحنا نرى ان هناك ربما
لا تنافر وجمود وفتور وبرود على مستوى العلاقه مع الحلفاء. اذا كاين اشكاليات كبرى لم نكن نتوقعها، لم يكن المغرب يتوقع هذه الاشكالات، ان حليف الامس قد يصبح ربما يعتمد سياسات على بعد كيلومترات من حدود، كانت سياسات ربما معاديه، لان المغرب اشرف على اتفاق مثلا ملف السخيرات، ملف ليبيا اشرف على اتفاق السخيرات على تنصيب او اتفاق السخيرات هو الذي افضى الى تشكيل حكومه الوفاق. نستطيع ان نرى ان الامارات تدعم خفتر الذي دب هذا المشروع، الذي اذا هناك صحيح نعرف ان الخريطه ربما هناك تبعثر الاوراق، هناك واحد التحولات بشكل يعني سريع يصعب رصدها، يصعب فهمها. اذا هنا يمكن ان نمر الى النقطه الاخيره، النقطه الرابعه، سيناريوهات المستقبل في ظل ما جرى ويجري بالمنطقه. شخصيا وفي تقديري الشخصي يمكن الحديث على ثلاث سيناريوهات اساسيه. السيناريو الاول هو اسميه دراماتيكي، سيناريو ربما اكثر تشاؤما، هو الذي المنطقه يفضي هذا السيناريو الى استمرار حاله التوتر، استمرار الغليان ولا استقرار داخل منطقه المغرب الكبير. اقول منطقه المغرب الكبير يعني عدم الاستقرار في ليبيا، يعني هناك يمكننا ان نقول بان غياب الاستقرار في المنطقه ككل. اذا التنافس والصراع بين المحاور قد يؤدي الى تقويض اركان الدوله، اذا هذا الصراع لانه صراع محموم، صراع توظف فيه اموال ربما لا يمكن تخيلها، اموال طائله، محور الخليج الاماراتي السعودي والمحور الاخر القطري التركي، اذا كذلك هناك صراع فرنسي امريكي، اذا قوى كبرى تتناحر، لكن هذا التناحر وهذا الصراع قد يؤدي الى تقويض اركان الدوله الوطنيه، قد يهدد السلم والامن الدولي في المنطقه، وقد يؤدي كذلك للاسف اعتبر هذا السيناريو اكثر تشاؤما الى تعميم النموذج الليبي، وهو الخطير الذي يجب الانتباه اليه، لان هناك مخططات امريكيه، لانه هناك مخططات، انا لست مع نظريه المؤامره ولكن هذه الامور اصبحت معلنه ومكشوفه، هناك مخطط امريكي لتقسيم بعض المناطق الى دويلات صغيره. هنا الان نعيش دخلنا المرحله المتقدمه من هذه المشاريع، اذا السيناريو الاول دراماتيكي، هذا السيناريو قد يؤدي الى تعميم النموذج الليبي، وهو ان تصبح دول منطقه دولا فاشله، دولا تحاول ان تحقق مطلب الامن ومطلب الاستقرار فقط. اذا او قد ياتي يوم يصبح فيه مطلب الاستقرار او رهان الاستقرار مطلبا او رهانا واحدا واحدا عوض مطلب الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه للاسف. اذا السيناريو الثاني هو عسكره المنطقه. اذا عندما اقول عسكره المنطقه ضمنيا اتحدث عن السيناريوين اثنين، سيناريو الفوز محور الخليجي الاماراتي المدعوم امريكيا كذلك. اذا المنطقه قد تتحول الى نظم عسكريه مع استثناء المغرب بطبيعه الحال، المغرب منذ استقرار الدول الوطنيه في نهايه الخمسينيات القرن الماضي والستينيات القرن الماضي تمكنت المؤسسه الملكيه ان تتعايش مع محيط ربما يتضمن محيط اقليمي مغاربي فيه جمهوريات، واستطاعت كذلك المؤسسه الملكيه ان تحافظ على تواجدها في الوقت الذي كانت فيه جمهوريات هي عنوان للعصرنه والتحديد. اذا قد نعود الى ذلك النظم العسكريه هي التي تسود في المنطقه، في ليبيا، في موريتانيا، وفي الجزائر، ولما لا تونس اعتقد، وهذا سيناريو غير مستبعد، انه انتصار المحور الاماراتي السعودي قد يفضي الى عوده المؤسسه العسكريه في تونس بالقوه الى الواجهه، رغم ما يعتريها من ضعف، لانه يظل هذا السيناريو قائما. السيناريو الاخير هو اسلمت المنطقه، اذا المنطقه السيناريو الاخير هو قد تتحول، لانه اي هزه، اي تحول كبير، اجراء انتخابات بعد ذلك التحول ماذا يعني؟ فوز الاسلاميين. اقول هذا الكلام لماذا؟ لانه اثبت التجربه في جميع في الوطن العربي بانه التنظيمات الاسلاميه هي الاكثر تنظيما والاكثر تاثيرا في المجتمع. ما نقولش ان ماشي كلشي معاها، ولكن كنتكلم على انها اذا درت انتخابات هي لانها كتل ناخبه منضبطه، هي التي لديها زملاء منضبطون، زملاء يعني يمكن الاعتماد عليهم فقط.
صحيح. دابا كتلقى الناس كتغامروا بلا ما بقاش يسوج لهم حتى شي واحد، ولكن اللي ما كيفهموش الناس ان من يقول انني لا اصوت عليه لا يصوت. عندما لا فوالا فوالا صح الدنيا كيصوت هذا اشكال. اذا المشروع الاسلامي اقول انه الانتصار المحور الاخر كذلك القطري التركي قد يؤدي كذلك الى اسلمه بعض النظم في دول المغرب العربي كتونس كجزائر. اذا تلاحظون هذه الاشكالات المنطقه الان كخلاصه المنطقه المغاربيه منطقه المغرب الكبير تصارنح بين المشاريع العسكره والاسلمه، في حين انه للاسف بعد السكان هذه الدول كانت هناك مشاريع ديمقراطيه، مشاريع تنمويه، مشاريع ثقافيه. الان عندما تحدث عن داخل مؤسسه محمد الحسن الوزاني نتحدث عن نخب مغاربيه في تلك الفتره كانت ربما تحمل هموم منطقه، كانت لديها مشاريع ضد الاستعمار، ضد الامبريالي، ضد التوسع الغربي. الان لم تعد لدينا نخب او مشاريع مضاده لهذه المشاريع، اصبحت المنطقه مفتوحه ومكشوفه وضعيفه وسهله امام مختلف اطماع الخارجيه والداخليه. اتمنى ان اكون اعتذر على الاطاله وشكرا لكم.